السلام عليكم حبوباتي، سلام عليكم اخوتي العزاز، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير على خير، ومح عليكم ومح عليكم. وكيما كيقول لكم ريان، ما تنساوش ديروا لايك وابونطوا ابونطوا اللي ما مشتركش في القناه، عافاكم لما اشتركوا. مرحبا بكم، الف مرحبا. اختكم هاجر عزلات هاد التوقيت، هذا التوقيت ديال الغروب، ها هو كيبان لكم هنا التوقيت ديال الغروب، باش ان شاء الله ندير لا مارش. قررت انني نبقى ندير النهار اللي ما نكونش خدامه فيه، نبقى ندير ديما لا مارش ان شاء الله ولا بيسيكليت. وهذا محيح عليا، هذا محيح عليا البنات، ها انتم انتم هذا محيح عليا. غادي ندير لا مارش، و ميم طون غنهضر معكم في واحد الموضوع اللي نتوما فهمتوني بالغلط، كاين اللي فهمني بالغلط، كاين اللي فهمني. المهم خديت هاد اللبسه هادي اللي هي سخوخ سخيخنه، غنبارطاجي معكم في الفيديو اللي من مورا. هذا هانتوما دايره ليغينز، بلاتي نقلب ليكم الكاميرا، هانتوما كما كتشوفوا دايره هذا سخون، غنبارطاجي معكم ان شاء الله حتى من شريته من ديكاتون داكشي الثمن ديالو. وهاد ليغينز حتى هو سخيخن، وهاد لي باسكيت هادو كنت خديتهم من ديكاتلون ديال المغرب. وها حنا غاديين نديرو لا مارش في الازقه ديال كونتر في الحومه ديالي ان شاء الله. حنا كنهضروا وانتم كتخضروا عويناتكم. خواتاتي العزاز، اغلبيه عارف القصه ديالي، عارف بانني يلا عامين جيت لفرنسا، بدا كيجيني الاكتئاب، واخا كنحاول نوض منه، كنت كنحاول نوض منه ما كنتش كنقدر. واحد الوقيته مصافي مشيت هربت للمغرب، حيتاش عقلي وقف، ما بقيتش عارفه اش ندير. ولكن الاغلبيه كاين اللي كيهضر زوين، كاين اللي ما كيهضرش زوين، كاين اللي كلها كيفاش. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، شوف الشنطي خاوي، انتم الشنطي خاوي. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، راه كل تعليق بالنسبه ليا انا وبالنسبه كاع الناس اللي بعقلهم، اي تعليق كيبين على المستوى ديال مولاه. ملي كنلقى انا شي تعليق زوين، كنعرف شنو النيفو ديال مولاه، كنعرف تبارك الله الثقافه ديالو، كنعرف التربيه ديالو، كنعرف شحال من حاجه. ومين كنلقى شي كومونتير لي بحال هكا، كنعرف مولاه داير فحال هكا، ما كنخسر عليه والو، كنقدره سيبريمي بلوك، كنحرمو من المشاهده ديالي. اللي بلوكيتو مشي يبدل الكونط عاود يدخل عاوتاني، يدخل يصب عاوتاني عاوتاني، ندير له بلوك. بالحق هادشي ما عنديش بزاف، غير الناس اللي مريضه عقليا هي اللي كدير فحال هكا، الحمد لله ما عنديش بزاف. قلنا رجعنا الموضوع، قلت لكم هي هذيك. كاين اللي فهم بانني انا ما عجبتيش فرنسا كدوله، واش في نظركم واش هذا الشيء ما غيعجبنيش؟ واش هاد الخضوريه ما غتعجبنيش؟ ها انتم كنكونوا واقعيين، واش هاد الهنا ما غيعجبنيش؟ واش الراحه، الراحه ماشي راحه نفسيه، ملي كاين راحه انني ما كاينش اللي غيغريسيني، ما كاين حتى شي واحد اللي غادي يبسطني، لا كتخلطوا الامور. وشكون اللي كيخلط الامور؟ كيخلطوهم الناس اللي ما كيعرفونيش، كيخلطوهم الناس الجديده اللي عاد دخلوا معايا، مع احتراماتي ليهم ماشي كلهم، مي كاين شي واحد كيكون غير باساجي دايز كيشوف الفيديو كيدخل كيبدا يدخل صافي يبدا يشير عليا. اما الناس اللي كيكونوا متبعيني من الاول عارفيني،
شو على ضوي ضاع شحال زوينه. مهمتي عرفتي شنو تخلعت ناري على الكلب انا سي ترو ما يخلينيش ندوز. ما يتغيى كوني ما يتغيى كوني مهم تكون كان مطلق هذا عم الله شغل لي نفس عن الموضوع. بونجور قلت لكم هي هذيك الاخوان كان لي تيقول لي ما تبقاش تضحكي على الناس كتقلبي على البوز المغرب اش فيه فرنسا واعره ما طاطانا هذه وياه الاخوان. شكون اللي قال لكم شكون اللي قال لكم فرنسا خايبه؟ شكون اللي قالها لكم؟ شكون وشكون واش نتوما ما كتفهموش ما كتفهموش وكتبداو تنقزوا. وفرنسا راه زوينه فرنسا راه واعره. انا قلت لكم ما لقيتش فيها راحتي ما لقيتش فيها راحتي ما لقيتش فيها راحتي. ماشي انها ما عجبتنيش هي، اما انا كون كنت عايشه في واحد الوسط اللي فيه الراحه راه غتبان لي انا في راسها جنه. ولكن بويسكو انا ما مرتاحاش بويسكو انا ما مرتاحاش في البلاصه اللي ساكنه اللي عايشه فيها ما مرتاحاش في البلاصه اللي عايشه فيها ما خدامهاش في البلاصه اللي مرتاحه فيها. انا كنعاود لكم شحال هذه دابا الحمد لله الامور غدا كتحسن. انا قلت لكم فرنسا ما عجبانيش فرنسا عجباني ولكن كاين شي حاجات كاين شي حوايج اللي كيخليو فرنسا تخيب في وجهي. واخا ما قلت لكمش انا فرنسا خايبه غير نتوما بوحدكم كتهضر. انا هاد لا فيديو جيت نوضح لكم بغيت نقول لكم راه فرنسا زوينه الحمد لله فرنسا زوينه وبصح كتقول لي عندك انت محظوظه انك مشيتي لتما وانك ما حرقتيش وانك شوفوا المخيمات وكتخلطوا الامور وحده كتقول لي وحده قالت لي عاوتاني تزوجتي براجلك باش ديري الوراق. انا لا نقول لك واحد الحاجه اصلا الموضوع ما كنهضرش على الزوج ديالي صدقتو دخلتو الزوج ديالي صافي قلت لكم انايا ما عجبانيش فرنسا صافي بغيتو كتدخلوا الزوج ديالي. انا ما كاينش كاين واحد بعض المشاكل بينه وبين الزوج ديالي ولكن راه ماشي هو نعاود نقولها لكم قلتها لكم في ديك الفيديو نعاود نقولها لكم راه ماشي هو العامل اللي خلاني انا ماشي العامل الوحيد اللي خلاني انا ماشي هو العامل الوحيد اللي خلاني انا نسميتو خلاني انا نفر من فرنسا. كاين بزاف العوامل منهم الخدمه منهم الزوج ديالي غادي في واحد لوسونس اللي ماشي هو عند راسو راه غادي في لوسونس مزيان مي هو ما هذاك موضوع اخر. المهم انا كنحس براسي انني كنبيدالي بوحدي فيها القنطه يعني انا كون كنت وسط عائله وسط كنت سعيده في حياتي مع العائله وداكشي ما كنظنش انا غادي نقول لكم نمشي للمغرب. انا المغرب علاش عجبني حيت المغرب انا من ديك النوع اللي شعبي يعني كتخرجي كتشوفي الصحاب كتشوفي العائله واش فهمتيني يعني كتعيشي فيه. غير هو نعاود نقول لكم ان المغرب الا ما كانش عندك واحد المدخول اللي كبير ما غتعيشيش فيه كيما بغيتي. انا متفقه معكم ما غاديش تعيشي فيه كيما بغيتي. داكشي علاش انا ما غاديش نمشي للمغرب انا غنبقى هنا صافي انا غنبقى هنا ماشي باش نضل نرضيكم نتوما حيت انا قلت لكم انا غنبقى هنا. غير حاجه اللي غادي نبقى نديرها انني غنمشي جوج مرات في العام غنحاول نبقى نمشي جوج مرات في العام باش نبقى نشوف العائله باش نحس براسي راني عايشه لان الناس اللي عايشين في فرنسا غادي يقولوا لي هاجر راه عندك الصح. الناس اللي عايشين في الغربه راه هما ما عايشينش ما كنعلمش مي لا بليبار ديالهم ما كيكونوش عايشين بحكم انهم كيكونوا بحال روبو من الخدمه للدار الدار الخدمه من الخدمه للدار الدار الخدمه ما عندهمش الحلاوه الحياه. واصلا البنه ديال العيشه في فرنسا
اصلا بنا في العيشه ديال فرنسا ما كايناش، ماشي في كاع العائلات مي ما كايناش حتى في الماكله، حتى في الماكله كتاكليها ما كتلقاهاش بنينه فهمتيني، حتى في الماكله سبحان الله العظيم في خضرتهم في لحمهم في كل شيء في دجاجهم في كل شيء في كل شيء سبحان الله، ولكن الحمد لله فيها واحد لي زافونتاج اللي كبيره وكتبقى دوله على راسنا وعينينا انها هزانه وسميتو كتعطينا طفت الخبز صافي. فهم ما نطولش عليكم، هذا هو نهاية الفيديو، كنتمنىكم انكم تفهموني وبارك عليكم، ما تبقاش تجبدوا الزوج ديالي لان الزوج ديالي لا علاقة به انني سميتو انني زعما غادي نمشي وغادي نخليه انني غادي نمشي وغادي نخليه فهمتيني، لا علاقتي به انني غادي نمشي وغادي نخليه، وكما كتفكروا وكما كتفكروا كتبقاو تخيطوا الدروبه بوحدكم وكت الى بارطاجا معكم شي حد شي حاجه الحياه ديالو ولا بارطاجا معكم شي حاجه كضروا حاولوا تنفعوا بالنصائح فهمتيني، بنصائح ماشي تبقاو تقولوا شي هضره اللي كما كنقول لكم كتبين على مستوى ديال المولى. كنتمنى انكم فهمتوني، واخا كنحاول نهضر ربما تعاودوا تكونوا ما فاهمينيش، المهم اخر مره غتشوفوا هاد الغباشه نمحي لكم الى فيديو قادم ان شاء الله من قلب فرنسا، انا في فرنسا وغنبقى في فرنسا يلا بالسلامه عليكم، باي.